كانك تسمع فيا، كان اللي غروا بيك، وكان اللي عملوا فيك هكا ومسحوا لك مخك. يا محمد علي ارجع لي، يا محمد خليهم تخليهمش يتصلوا عليا ويعملوا لي في مخاخهم وتحقق لهم احلامهم. عايش ولدي، راني ام، راني نرقد لاجل النوم، ما تعرفني عليك انت وعلى اخواتك. عايش ولدي، ما تعطيهمش فرصه. عايش ولدي، ما تخليهمش يتشجعوا، خاطر كان انت مشيت اللي حبوا عليه راك مش تشجعهم على اخواتك كلهم متوانسه، وهذوك راهم مخيلك. يا محمد علي، يا محمد علي، يا محمد علي، راني ام، أرالي أم، أرالي أم. اي امام كيف محمد علي ما معاش يجي ويقعد هنا؟ يجي لهنا ولا لا؟ قبل قبل يجي يجي من لهنا اخر نهار معاكم لهنا. اش قلت لهنا؟ انا ولدي قلت لي يجي يجي لا يجي صحيح يقع معاه ساعة تشوف 100% مش 100% 90% في ليبيا ولدي نخمم فيه في ليبيا اكيد هي معروفه قال لي قال عنده باسبور وانا اللي يحكي شوي على ليبيا يحكي شوي على الجهاد هذا هو يحكي لي هذا قادم الله اعلم ما في ليبيا ممكن راني قلتها بالعاني قلت له راه ولدي حتى كمشي ليبيا لسوريا خليه يمشي راني قلتها بالعاني بالعاني باش نسلبهم على روسهم انا كان يقول انا كان حتى يهزوه جهل مش معارضه خليه يمشي المهم يطمن شي واحد تو واحد يكون يصلي معاهم يكون قدام ها كباتهم نسموا انتم باهتهم داخليه اذا ما تسمعني خاطر هي واصله اكثر من جماعه الامن اللي في الاداره نعاودها ونكررها هما عملوا مجهودهم ومحمد علي هذا العروي في برنامج في التونسية المعلومة هذه قالها وقت لي ولدي مفقود هو اللي شجعني باش نتكلم هكا قالك ترو خيط وتسمعوا منين الشبكة هاني نقول لك يا سي محمد العروي وجماعة الداخلية منهم لطفي بن جدو هذا الجامع هو الشبكة الأولى شوش عاملين الشباب الشباب هذا ما يهزوش من ديارهم يشرو وحوايج ويحطوا في الجامع بعد ما عملوا لهم غسيل مخ ولا يعني بهم ربي يخرجوا من غادي انا ولدي كان يخرج لي من الدار باش يفركس الساك اي ام تو تفركس الساك خاصه يصلي وسامعين بها الحكايه ذي صغير وغروا بيك راني مش شويه عليك راني نرقد الليل نهار بوك مريض انا مريضه اخواتك عائلتك فاميلتك عموماتك اخوالك كلنا رانا داخلين بعضنا عايش ولدي روح لي ونحب السولات تسمعني مش العود يعدوا فينا يعدوا فينا يعدوا فينا هو ما ثم حد شيء ونعاودها ونكررها ها عندنا شبكه هذه في زرزيس جامع الايمان ولادنا الكل ولاد زرزيس اللي مشوا راهم الجامع هذايا ناكد لكم وعلى مسؤوليتي عايش ولدي يرجع الجهاد حتى في معايا الجهاد حتى معايا هاك الجهاد معايا هاك توكل فيا هاك تشرف فيا هاك تطوعني هاك تبوس فيا تقول لي نحب رضاك هذا يسمى جهاد عايش ولدي ارجع ما تخليهمش يتصلوا علينا خليهم اللي الشيء اللي عملوا فيه هذايا كذبوه ما تشجعوهمش راك يا محمد علي كان مشيت ونفذت لهم اللي في رايهم راك بزيد يعتقوا علينا بزيدوا ياه الكل وراك حتى اللي يذمك راه مخواتك وتوانسة عايش ولدي كون عبرة ونحب انك يجي ولدي تصرح في الإذاعة وقولهم أنا رجعت على خاطر الكلام اللي قالته أمي وعلي ورايا كان أنا مشيت في غيبوبة في غسيل مخ أعطي نصيحة اللي بعدك عايش ولدي أما نبكي راني أما البكاء يوصل ومش يسخف الكلام اللي نتكلم فيه هنا أكثر من البكاء وأنا كان ولدي رجع رجع ما رجعش راني نحب كيما تشويت أنا ما تشويش أماتهم اللي مازالوا في الجامع وندي نوصل معلومتي اللي عندها ولدها من تونس ولا من قفصة بعثته لزرزيس يقرأ في الدين راهم يعملوا في غسيل مخ مش يبعثهم لسوريا راني نعمل الربي امشوا انقذوا ولادكم يا اخي قداش منه مثلا الامن والصحفيين هاني انا صوتي بري اللي تسكن في القفصة نعاود لكم في تونس تجي تنقذ ولادهم راهم ولادكم غادي راهم ولادكم في هاد الشبكه نتاع الجامع هذا
ومش راني تكلمت وكلامك هاو ماشي كيكا. نعاودها ونكعرها يا محمد العروي ويا لطفي بن جدو. ها هو الجامع انا عاودت 20 الف مره، وكان توصلوا ما تعملوش حل لهالجامع هذا وتشوفوه معناها حكايه فارغه. يعني هما قويين وقويين، ما دام وصل قال لي باري امشي للمركز والصحافه ما تعمل شيء والامن يعمل لنا شيء، ملا هما الكل ملا في البلاد. راني انا هاني وصلت صوتي ومانيش نهدد، مش تهديد. ها باش يجي قدام الوزاره وصب على جز نحرق روحي وخاطر توصل لاخر الدنيا. باش امراه على كبدتها وصلت انا في الحاله هذه، خاطر برشا تكلموا قبلي وما عملت لهم حتى شيء. انا باش نحرق روحي باش تزيد تشعل الدنيا، ما عادش حتى حد تقعد لكم فضيحه في العالم الكل.